هذه يثبت لك ان قطر كانت تابعة حق البحرين، كان يحدث فيضان مية الهلال. بس الله ولا سوي، راح اسوي لي دفتر تحضير تربية فنية، انا فاضي يعني انا اسوي تربية. لا، كان اسمها ارخبيل جزر البحرين وتوابعها، لان انا كنت الوحيد بين المعلمين اللي عندي مؤهل جامعي. رئيس المحكمة الدستورية، وزير التربية والتعليم، وخذت جائزة الشيخ حمدان، وخذت جائزة الجودة التعليم في البحرين، وتميزت المدرسة والطاعة الأولى على البحرين.